ما الحكمة من تكرار آية فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ من مميزات وفضائل سورة الرحمن أن أسلوب الآيات وتنسيق الكلمات فيها بديع وافتتاحها باهر بذكر اسم من أسماء الله الحسنى وهو الرحمن، وقد عدد الله فيها الكثير من النعم على الإنسان وامتن عليه بها، وقد كان أولها أنه علم الإنسان القرآن، وإن الله تعالى قد استخدم فيها أسلوب الترغيب والترهيب، إذ ذكر شيئا من أهوال يوم القيامة وعذاب المجرمين الأشقياء، ثم ذكر شيئا من التفصيل المقام الرفيع للمؤمن صاحب الخشية لله تعالى، وذكر التحدي من الله تعالى للثقلين الإنس والجن بأن يكذبا كل تلك القدرات والنعيم والتجليات التي أوضحها الله في كونه، وكل تلك المميزات ظهرت جليا في هذه السورة. إن مما ميز سورة الرحمن عن سواها، وورد آية تكررت 31 مرة، والآية الكريمة هي قول الله تعالى: فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ولقد كرر الله سبحانه استخدام بعض الآيات في القرآن الكريم، ومنها تلك الآية الكريمة التي جاء تكرارها لهدف مميز عن سواها، وهو التكرار لتوكيد النعم والتذكير بها، فإن الله تعالى قد عدد الشيء الكثير من النعم في سورة الرحمن، وكان في كل مرة يذكر في تلك الفضائل والنعم بقوله: فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فواجب المؤمن أن يدرك فضل الله تعالى عليه، والله المستحق للشكر والطاعة بما امتن الله به على عباده، وأن لا يكذب المسلم أو ينكر شيئا من تلك الأفضال. قال ابن قتيبة: من مذاهب العرب التكرار للتوكيد والإفهام، فلما عدد الله تعالى جعل كل كلمة من ذلك فاصلة بين كل نعمتين ليفهمهم النعم ويقررهم بها، كقولك للرجل: ألم أبوئك منزلا وكنت طريدا؟ أفتنكر هذا؟ ألم أحج بك وأنت ضرورة وهو من لم يحج سابقا؟ أفتنكر هذا؟